بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأردن محياً حراً شامخاً. هذا هو الأردن، قصة كفاح وعطاء وتضحيات. هذا هو الأردن، معركة صمود وثبات وإنجازات. هذا هو الأردن، موئلاً للأحرار ونهجاً للثوار. في عيد استقلالك 76، يا وطني نحتفل وندعو الله لتبقى أنت الأقوى وأنت الأجمل يا أردن، وأنت الأبهى وأنت الأكمل. الأردن شعب عسكر، إيد بإيد، همة بهمة، عزم بعزم، تكبر يا وطني وبتعمر. نمت يا وطني الأردن سيدا حرا أبيا، نفاخر بك الدنيا. هذا هو الأردن.